سلام البنات كي دايرين بخير لاباس عليكم كنت نتلاقاكم بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم طريقتي البسيطه باش نحكو لافابو آه انا كنستعمل هنا كما كتشوفوا عندي جيكس رقيقه وعندي صابون بلدي انا كندير صابون ديال العبار ملي ما كاينش صافي خديت غير هذا وعندي الخل وعندي خماره وهنا عندي صابونة ديال الحجره صابونه عاديه صافي كنزيد ناخذ ديك الصابونه وتنزيدها شويه ديال الماء طيب باش كتطلق وكتجيني سهله باش كت باش نحكو بها صافي هنا اول حاجه كندير كناخذ هذيك الخماره وترشها هكا على لافابو كامل صافي ترشها و انت ناخذ الخل وتنزيد عليه تنزيد الخل على ديك الخماره راه غادي يبدا كيتفاعل و تشوفوهم يعني تي, تيعتوح... تي... واحد تي كاين واحد الصوت يعني كاين واحد تفاعل ما بين الخماره وما بين الخل صافي تخليوه ملي كترشوا عليه كتخليوه واحد يعني ما بزاف غير شويه كتخليوه واحد خمسة دقائق ولا هذا و ترجعوا ليه وكتاخذوا الجيكس حتى تاخذوا الجيكس صافي انا نأخذ داك الصابون البلدي ونزيدو على ديك الصابونه ديال الحجر اللي دابت ليا شويه صافي كنبدا كنحك راه الا كاين شي صدا ولا شي صفوريه ولا اي ديك الصفوري اللي كتكون هكا في الصدا ولا اي حاجه كتكون راه كتحيد بسهوله راه غير حكيكه هكا خفيفه صافي راه دغيا كلشي كيتحيد صافي هنا راني تنحك نحكو مزيان صافي وهنا غناخد اي سائل ديال المواعن كتستعملوه كيما كان صافي كديروه في كديروه فواحد الشبيكه صافي وكدوزو على لافابو ديالكم كتحكوه تدوزو تزويزه هكا خفيفه صافي راه دغيا عرفتي راه كي زعما النتيجه راه ما نقولش لكم زعما راه كيرجع تيبري كيرجع فيه واحد اللمعان زوين صافي انا كناخذ الماء وتنشلل تنشلل العادي صافي من بعد غناخد واحد الزويف وغادي نشفو صافي كما كتشوفوا النتيجه راه ما نقولش لكم زعما كت تيتنقى كت مزيان صافي ما كما كتشوفوا راه تنقى و عجبكم القناه ما تنساوش تشتركوا الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا ودعموني باللايك ديالكم